في مليون. رجعنا لكم انتم تسمعوا في البخي ماتينال على اكسبريس اف ام. الموعد هذا بالضبط نعطيكم فيه فكره على اهم الاحداث اللي صارت في نهار كيما نهار اليوم 31 ماي 1535، وين وقع انطلاق حمله كارلوس الخامس من برشلونه باتجاه تونس بقصد احتلالها. 1910 استقلال جمهوريه جنوب افريقيا. و 1934 الاذاعه المصريه تبدا باول بث لها. 1976 مصر تطلب من جماعة الدول العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية كعضو كامل بالجامعة. اليوم زاد اليوم العالمي للكف عن التدخين، ان شاء الله يا رب الناس الكل نركزوا على صحتنا وردوا بالنا على رواحنا، خاصه كي تبدا فما عاده سيئه نحاولوا ديما نتجنبوها. مازلنا مواصلين معكم في اكسبريس افان، بعد شوي نعطيكم اهم اللي صار في ال 24 ساعه الاخيره من الاحداث على الصعيد الوطني والعالمي. قدوا بونجي على اكسبريس افان، هنا رجعين.